بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء نرحب بالسادة المشاهدين على موقع طنجة 24 بمناسبة شهر رمضان المبارك الكريم، ونسأل الله تعالى لهم قبول الصيام والقيام والجنان بسلام إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتعطر والتجمل عموما له أحكام شرعية تتعلق بالمرأة والرجل، فلا بأس للرجل من التعطر في كل وقت وحين، وتمنع منه المرأة سدا لذريعة الافتتان وإطارة الرجال. وفي الحقيقة في رمضان لا يكره التعطر لا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء في بيوتهم لا حرج في ذلك، لكنه يمنع إذا كان سببا في الإثارة. وقول الحق في هذه المسألة أن الصيام في حد ذاته جمال وتعطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك. لا حرج في استعمال فرشة الأسنان ومعجون الأسنان للتنقية والتطهير في نهار رمضان، لا حرج فيه، إلا إذا كان الصائم يخاف على نفسه أن يدخل الماء إلى فمه، حين ذلك يمنع. فإذا كان بطبيعة الحال قادرا على عدم يعني تسرب أو ترك تسرب الماء إلى باطنه فلا حرج في ذلك، لأنه ليس من المفطرات، والمفطرات كل ما يتغدى منها الإنسان بقصد منه صحيح. لا حرج كذلك في استعمال قطرة الأذن والعين والأنف وما إلى ذلك، ما لم تتسرب إلى الداخل أو يتغذى بها الإنسان، وكل ما استعمله الإنسان من الحقن أو من الأدوية التي بطبيعة الحال تعد مضادات حيوية أو غير ذلك دون الإبر التي يتغذى منها فلا حرج في ذلك. أما القطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف فلا حرج فيها، لأنها لا تتسبب في إفطار الصائم، وهي كذلك ليست من المفطرات إجماعاً.